تشقى البطون كل يوم في ازدراد ما تشتهيه العيون دون معرفة كوارث المضمون، ولا تستفيق إلا بإصابة الجسد الممحون. فشيوع تناول الأكلات السريعة سلب الطمأنينة من تناول الطعام وجرده من ميزة التذوق العالي لما اعتاد على تناوله من أكلات تقليدية. هذا حسب الوقت أخوي، مع الطيبة تنزرة في الدار ولا نأكل برا أخوي، ما خلطناش بالطيبة تنزرة في الدار، كاس كروت ديما يمشي. جمعية دولاشة اجتهد منتسبوها في تنظيم لقاء للنقاش حول هذا الغزو الغذائي الذي يفتك بالبطون. مخميخ هذا نلقاوه في الحوينة الكل، اللي يبيعوا الكفتيجي وكسكروت التن، اللي يبيع الفريكاسي والفطاير، من المالح للحلو على كل لون يا كريمة، وهذا الكل يخلينا نرجع بشوية بشوية للتراث الغذائي نتاع تونس. على خاطر توا برشا ناس تلتجأ إلى الأكلات السريعة اللي موجودة في الشارع، لكن بالمقارنة مع احترامي للمطاعم ولكل واحد، يبقى ديما حاجة الدار عندها قيمة. الأمسية تراوحت بين الموسيقى والغذاء، شاركت فيها نسوة من الصنافات التونسيات ثمن أطباقهن الحاضرون، ومن ضمنهم جزائرية. نبيه يا الأكلة التونسية، نبيه وليد طيب تونسي، فهمت؟ ما ولادي ستينسو هذا ستامبلا اللي يحبوه برشا ولادي. أنا صنيف اليوم شاركت بالمدموجة، هي بلا تراديسيونيل معروف، ما يعملوش برشا ناس، مي هذا نعملوه احنا توانسه برشا في فروحاتنا. تونسي بعد برشا على الاكله التقليديه، قاعد نلقاوها في جوست في عائلات. انقلبت عاداتنا الغذائيه، والخوف ان تصبح الاطباق القديمه اقرب من المتاحف والندوات الى البطون، والنتيجه تعرفها اقسام طب المعده وعيادات امراض السمنه والسكر وضغط الدم.